19 شوطا مشاهدينا الاعزاء، ستكون برفقتكم في هذا المساء خصصا لهجن اصحاب السمو الشيوخ. البدايه والمركز الاول ومدلل، من يتقدم على صداره هذا الشوط لهجن العاصفه في تضميره وتدريبه حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني هذا هو نجد سمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي، بينما في التضمير سالم بن علي بن بخيت المسافري، والمركز الثالث اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل المكتوم، يتقدم هنا شاهين وبقيادة الكابتن خليفة بن سالم بالصقعة. أما المركز الرابع فنسير إلى مداهم لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والمضمر الصادق فضل الأمين. المركز الخامس نصل إلى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر شاهين سهيل بن مبارك بن مرخان. والمركز السادس الان في هذه اللحظات اسمه الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف نهيان، المضمر والمتابع الصادق فضل الامين يحتل المركز السادس. المركز السابع اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ها هو شاهين ياتي من خلال هذه اللحظات وظبيان، يضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري. هذه المراكز السبعه الاولى المنطلقه مشاهدينا الكرام، بينما نحن نسير مع حضراتكم لنتابع المركز الثامن. المركز الثامن هذا اللي وصل شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، واحد الشباب المضمرين خالد بن المر بن حلوه من يرافقه، بينما اكيد حلوه يا بن حلوه. بينما المركز التاسع الناوي لهجن العاصفه المضمر حمد بن راشد بن غدير، والمركز العاشر لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن رايد المكتوم ها هو شاهين، يضمر حمد بن خميس الغويص السويدي. هكذا اذا النتيجه مشاهدين الأعزاء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمسيطرة ما شاء الله. هذه إذن أسماءنا المنطلقة، أسماءنا الباحثة عن الناموس والباحثة دائما عن يعني تحركات مميزة وجميلة، ولكن البداية رباعية لكن يبداها مشاهدين الأعزاء شعار هجن العاصفة، حيث كان مدلل في موقع الدلال وموقع الحشمة وموقع المنال، هو مدلل لهجن العاصفة على المركز الأول، بينما في تضمير حمد بن راشد بن غدير يتقدم للمركز الأول. أما المركز الثاني من الجانب الآخر هناك يتواجد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، السهيل بن مبارك بن مرخان عملية تضميره وتدريبه، والمركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. الكابتن يتقدم إلى هذا الموقع خليفة بن سالم بالصقعة، يأتي تركي مشاهدين الأعزاء متقدما في هذا المساء. المركز الرابع وصل ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر ظبيان عبد الله بن ثعيلب الهاجري. المركز الخامس إذن مشاهدينا الأعزاء نتابع في هذه الانطلاقة والتحدي، ونسير مباشرة إلى نجد لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي، التضمير إلى سالم بن علي بن بخيت المسافري. والمركز السادس شاهين لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف المهيان الصادق فضل الأمين في تضميره. المركز السابع يأتي الناوي من هجن العاصفة، يضمر حمد بن راشد بن غدير. والمركز الثامن هذا اللي تدخل الآن مختار لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، وتضميره لدى سالم بن خلفان بن شاوي الغفلي. في المركز السابع الآن المركز الثامن من نشاهد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بن المر بن حلوة في التضمير. المركز التاسع ننتقل مباشرة إلى المركز التاسع وإلى ضاري لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر والمرتب يأتي سعيد بن راشد بن غدير، بينما المركز العاشر لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمر شاهين حمد بن خميس الغويص السويدي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات اللي تتواجد فيها هذه النخبة من القعادين المهجنات الأصايل، حيث تسير هذه الأشواط، حيث تسير مشاهدي الكرام هذه الأسماء معلنة عن تواجدها انطلاقة وملاقاتها في الناموس ما شاء الله. عودة إلى البداية وعودة إلى المركز الأول حاملين الناموس دائما بتحديات مميزة وتحديات جميلة مشاهدين الكرام. يتقدم الآن في هذه اللحظات البداية، أين البداية؟ وعود إلى الكابتن من تقدم الله شاهين
اللي سموه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تقدم مشاهدين الاعزاء هنا الكابتن. اكيد اشكرك يا ابو سالم، اشكرك يا ابو تركي على التقدم وانطلاقه اكيد، وعدنا دائما بالمزيد من يعني التحديات القويه. ما شاء الله يا الكابتن، شباب شباب شباب. المركز الثاني هناك هجن العاصمه متواجد على المركز الثاني، تقدم لنا الناوي او المدلل اللي يحتل المركز الثاني بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير. حذاري يا كابتن، حذاري يا كابتن، لان العلاقه نشوف نشوف هناك يعني التحدي جميل بلا شك، ولكن الواثق معاك، الواثق معاك معاك معاك، وين بتروح وانا قلبي معاك. المركز الثالث اذا هنا ياتي مشاهد الاعزاء ظبيان اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن تحيلم الهاجري في تضميره، والمركز الرابع شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمره سهيل بن مبارك بن مرخان، لكن واصل الناوي من هجر العاصمه واصل في هذه اللحظة، خذ المركز الخامس المضمر حمد بن راشد بن غدير، المركز السادس شاهين اسمه شيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان، المضمر الصادق فضل الأمين، ولكن يصل في هذه اللحظات هذا هو مختار لسمو شيخ راشد بن سعود المعلى، وسالم بن خلفان بن شاوي الغفلي مدربا ويعني مرافقا لانطلاقة مختار. أعود إلى البداية، أعود إلى بداية هذا الشوط بعد النهاية من مختار، أروح ولا أحتار إلى مقدمة هذا الشوط والبداية. لا زالت مسيطرة مشاهدينا الكرام السيطرة الواضحة جن العاصفة، والعودة إلى مدلل حيث تقدم مدلل في هذا الملتقى لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الثاني، المركز الثاني فهنا يأتي من خلال هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتقدم الكابتن بوتركي في المركز الثاني. المركز الثاني اكيد يعني عنده نيه، عنده نيه، نشوف اللحظه الاخيره، نشوف اللحظه الاخيره، ما في حنيه مع الكيلو الاخير، ولكن نروح 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 ونتابع. المركز الثالث اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن ثعلب الهاجري يتقدم. الضاري في المركز الرابع اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير. مختار في المركز الخامس اسمه الشيخ راشد بن سعود المعلى والمضمر والمتابع. عودة إذا المشاهدين الكرام إلى هجن العاصفة، إلى هجن العاصفة، ومدلل مدلل 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 إذا المشاهدين الأعزاء ينتزع المركز الأول، ينتزع صدارة هذا الشوط لهجن العاصفة، لهجن العاصفة. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء لهجن العاصفة وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير. ضاري في المركز الثاني يحاول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولكن النهاية 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 وصلت مشاهدين الأعزاء من خلالها لحظات وصول مدلل إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس واختياره لهذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني ضاري لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث مختار لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، المركز الرابع هناك ظبيان اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم اللي هو ياتي شاهين في هذه الانطلاقه وهذا التحدي. التوقيت الزمني 9 دقائق 30 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لهجن العاصفه والى الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني هناك من خلال الانطلاقه والتواجد الضاري اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، عمليه تضميره وتدريبه تعود الى سعيد بن رايد بن غدير. 9 دقائق 32 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه. اما المركز الثالث كان مختار مشاهدينا الاعزاء، تعود الملكيه مختار اسمه الشيخ راشد بن سعود المعلى وتضميرا لسالم بن خلفان بن شاوي الغفلي. 9 دقائق 32 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا للجميع على هذا التقدم الكبير والمثير.